أقول دائما في نفسي هذه دعوة يحتاج إليها الشباب، ما أدري لماذا، لكن أقول هذه الدعوة تحتاج فعلا الشاب، لأن جاء بعد هذا الدعوة مباشرة الزواج، فهكذا أقول في نفسي، أقول الشاب يعني يحتاج فعلا أن يدعو بهذه الدعوة. أوى إلى الظل عليه السلام وقال هذا الدعاء الذي ذكره الله جل وعلا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وانظر التذلل والتوسل إلى الله بالفقر إلى الله، هذا من أجمل الوسائل وأنفعها، أن تتوسل إلى الله بإظهار فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل وأنك فقير إلى الله، هذه وسيلة عظيمة جدا. والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحال راجيا ربه متملقا مفتقرا معلقا رجاءه بالله سبحانه وتعالى، ثم جاء الفرج مباشرة والتيسير جاء مباشرة. ولهذا تجد أنه عطف على هذا الدعاء بحرف الفاء التي تفيد الفورية، فعطف على هذا الدعاء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا يفيد أنه مباشرة ما تأخر الوقت. وقبل الدعاء وانتبه له، مهم جدا جدا صنائع المعروف، صنائع المعروف من مفاتيح القبول ومن أسباب إجابة الدعاء، فيسر الله له على إثر ذلك العمل والزواج، فهي دعوة عظيمة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله موسى عليه السلام.